الكابتن السيد منير وخلاص 90 دقيقة يفصلنا عنها 10 ثواني وهنا الكرة اللي نزلت بنجامين بنجامين يخلص 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 مستحقة لطارق العشري مستحقة لسموحة وبنجامين بواتينج بيخطط لها طارق العشري يخطف المباراة بالهدف الثاني ويخطف ثلاث نقاط مستحقة من سيراميكا كليوباترا بنجامين بواتينج التغييرة اللي لعب عليها في الهدف الثاني في الدقيقة 90 شوف المرة دي رجب نبيل وشوف المرة دي بقى بنجامين ومرة تانية حسام حسن يعني نقدر نقول بيشغل دفاع سيراميكا كليوباترا رجب نبيل طلعها براسه لكنها وصلت إلى بنجامين بواتينج يخطف الثاني الموج الأزرق يغرق سيراميكا كليوباترا